جزاكم الله خيرا. مستمعة من المنطقة الشرقية رمزت إلى اسمها بالحروف نون عين ألف ميم من الخبر، تقول إنها حلفت يمين وأرادت أن تصوم لكن زوجها نهاها لأنها حامل، وحينئذ هل تنصحونها بشيء آخر بكفارة تلك اليمين؟ جزاكم الله خيرا. تقول إنها عليها كفارة يمين وأرادت أن تصوم فنهاها زوجها لأنها حامل، وحينئذ تسألكم هل هناك من مخرج آخر؟ جزاكم الله خيرا. كفارة اليمين فيها تفصيل أن كان يستطيع الإطعام أو الكسوة للمساكين أو عتق الرقبة فإنه لا يجزيه الصيام، بل يطعم 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو يكسو 10 مساكين لكل مسكين ثوب، أو يعتق رقبة مؤمنة إذا كان يستطيع واحدة من هذه الأمور الثلاثة. فإن لم يستطع شيئا منها فإنه ينتقل إلى الصيام، يعني يصوم 3 أيام. وما دامت أنها حامل وأن الصيام يضر بجنينها أو يضر بها هي، فإنها تؤخر الصيام إلى أن يزول العارض ثم تصوم كفارة اليمين. نعم.